عن جد كثير كثير مشتقت لها، ولو ما شفتك اليوم مدري شو كان صار فيني. أي لا سلامة قلبك. شو بك أنت؟ مو على بعضك، مو بس اليوم ها، إلك مدة هيك. بصراحة من يوم ما رجعتي قلتي لي إنه علاقتنا ما رح تودي لولا طريق. عن جد؟ هيك أخذت للقصة أبعاد؟ أبعاد؟ حبيبتي كله بعد واحد، طريق مسكر. طيب شو أنا اللي سكرته؟ هلا شو بدنا ببعدين؟ هي نحن ليكنا مناح وحلوين ومبسوطين. خلص بقى افردها. يلا قوم. قوم بقى قوم. عم اقول لك مشتقت لك. شرفي. وواقع الامر وما يشهد به التاريخ هو ان الدين قد لعب على الدوام الدور الابرز في تشكل الوعي عند الفرد الذي ما انفك يسال عن مغزى وجوده. فجاءه الدين بالأجوبة الأكثر تلبية لمتطلباته الروحية والأكثر تعزيزاً لشعوره بالكرامة وبمكانته في هذا الوجود. هذا كلام عمو جلال. ممكن تقلي شو الغلط بهالحكي؟ الغلط؟ الغلط ما بيصير نقول الدين لا على التعيين، لأنه لما بدنا نقول الدين المفروض أنه نقول إن الدين عند الله الإسلام. هذا أولاً. ثانياً اسمعي لي نشوف هالحكي هات. وإذا كان بعض من نصبوا أنفسهم ناطقين باسم الدين قد أخذوا على عاتقهم مهمة تربية المجتمع وتأهيله وتحديد ما يطلقون عليه الفئة الضالة وتلك المؤمنة ومنح بطاقات الدخول إلى النعيم، فإن من واجبنا كمثقفين حداثيين
حداثيين أن نقف بالمرصاد لهذه المحاولات وأن نحمي بكل ما نملك معايير وضعية تتعلق بالحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية. عم يقول ديمقراطية. طيب يسأل الناس شو بدكم؟ شو رأيكم بهالكلام؟ ها؟ يحترم رأيهم، ولا ديمقراطية بشي وشي؟ طب وين الغلط بهالحكي؟ يعني لهلأ عمو جلال ما نحكي ولا كلمة عاطلة بحق الدين، هو عم بيحكي عن الناس اللي منصبين حالهم ناطقين باسم الدين. ها؟ ومين عم يقصد برأيك؟ ها؟ هدول العلماء الأفاضل اللي عم ينوروا طريق الناس والأمة، مو هدول اللي بده يسكتهم؟ بس هو قال البعض، ما قال الكل. البعض ولا الكل؟ مو المفروض يجامل شوي؟ بعدين أنا ليش عم باخذ بعضي معك وبعرف إنه ما في منك فائدة؟ ولا شو رأيك صهر؟ هلا أنتم ليش عم تكبروا القصة وتعملوا لها إيدين ورجلين؟ يعني هن كم مقالة وشوية حكي بمجلة، يعني يا دوب عم تنباع. لا صهر لا، هالكم مقالة بيعملوا شيء. هلا افرض شاب عمره 14 15 سنة وعم يقرأ هذا الحكي، شو بيصير فيه؟ هذا الشاب نفسه اللي عم تحكي عنه عم يقرأ بلاوي من اللي أنت عم تقوله، مقارنة بالمساحة الصغيرة اللي إحنا عم نقدر نحكي فيها. ومين أنتو ومين نحن بلا صغرة؟ نحن اللي منشوف إنه الكون لكل الناس، نحن اللي منشوف إنه البني آدم من حقه يعيش حريته ويمارس قناعاته بشكل كامل، إن كان ببيته، بالجامع، بالكنيسة، بس أنتو اللي عم تحاولوا تفرضوا رأيكم على المجتمع، على العلم، على الثقافة، على الفن، على كل شيء. بس هذا مو رأينا، هذا كلام منزل من عند رب العالمين، مو رأي ينحط بين الآراء. على عيني هذا كلام منزل، بس في غيرك عنده كلام تاني وكلام ثالث ورابع وعاشر، فأنت مضطر أنك تحترم رأي الآخر. هلأ مشان هيك بعت وراي؟ طبعاً مشان هيك. لك أنا عم أقول ليش المرة ما أنا عم تتحجب؟ تاري وراها كافر هالقد قده. طيب شو دخل عفاف؟ يا أبي كل واحد مسؤول عن اللي هو بيكتبه، بعدين جلال بيعمل. معناها أنت قريت المجلة؟ هي قريتها. وهذا الكلام المكتوب هون حكياتها هي ولا حكيات أبوها؟ اسمع لك يا ابني، أنت بتعرف قديش أنا بحبك، وإذا مرتك تحجبت وعملت اللي الله أمرنا فيه أنا بحطكن فوق عيوني وبفتح لكم قلبي وبيتي إيمت ما بدكن. هذا الاسم ميشيل ما بيدخل على البيت مرة تانية ابدا. بس عمو ميشيل كثير حباب. كثير حباب ما في منه. هاتي من ايدك هاتي. ما بصير تقري هيك هرطقات. هرطة شو؟ عن جد ماما شوفي. خلص مامي بعدين بشرح لك، كملي. يعني جده معه حق؟ هلا ما بعرف اذا معه حق ولا ما معه حق، بس بما انه هذا البيت بيته فهو بيحق له يقول مين فوت على هذا البيت ومين لا. بس عمو ميشيل كتير كان حباب معي وانا بحبه كمان. ورجيني شو لونتي. ليه اجا خالو؟ بس هيك طلعت كلمتك كأنه متبري، كل واحد مسؤول عن رأيه. لا متبري ولا متبني. لا متبري ولا متبني. ظريفة ما؟ ظريفة بس شو يعني؟ يعني أنا ماني معي، لا تزعلي مني، هالمرة تقلوا العيار وخصوصا ميشيل. إجا أبوك يكرز واستشهد بصداقة العمر مع ميشيل. يعني فيك تتعاملي معهم كواحد مو كاثنين. دخلك بشو تقل يا رامو ميشيل؟ ما طول عمره بيحكي هيك. لا هالمرة غير كل مرة. دقيقة شوي. معي هات لشوف. وتكمن المشكلة في أنه في كثير من الأحيان
ترك للدين لا أن يساهم في تشكيل الوعي عند الفرد وحسب، بل أن يكون المشكل الوحيد لهذا الوعي، الوعي الخالق والمؤسس لعقلية تريد احتكار الحقيقة وفرض معاييرها على الثقافة بصورة عامة. إن المطلوب هو أن يأخذ الدين مكانه الحقيقي مع عدم رفض المصادر الأخرى التي ينهل منها المرء، وبحرية مطلقة. حرية مطلقة. وهذا عملنا وواجبنا كمثقفين، يتوجب عليهم لكي يكونوا مخلصين لهويتهم الثقافية أن يملأوا الفراغ الذي خلقه تقاعسهم عن أداء مهمتهم، تلك المهمة التي تتمثل في إنتاج الفكر والجمال وتقديمه في قالب قادر على النفاذ إلى كل العقول والقلوب. شو إيه؟ يعني الدين شيء والجمال والفكر شيء، نقيدين، يعني تحجيم دور الدين هيك ببساطة؟ إيه لا مو هيك، لأنه مو هيك أصلاً عم بيقول عمو ميشيل. قصده أنه لكل شخص حريته بأنه ياخد اللي بده إياه ويترك اللي بده إياه، فوين التحجيم؟ ما عم يقلك هالشي ما بصير بقرار؟ طبعاً ما بصير بقرار، لأنه هو ما بيقدر ياخد قرار، بس المشكلة ما بتعرفي أو ما أنا واضح شو بيتمنى هو. أي يتمنى اللي بده إياه وأنت تتمنى اللي بدك إياه. لا عفواً، أنا زلمة تربيت بطريقة معينة ببيئة معينة، حبيتك أوكي، بررت ما بيتبرر لأني حبيتك كمان أوكي، بس مو يعني كل شيء نو بروبلم وريلاكس. خير، ليش مضايق مني يعني؟ ليش من انت؟ انا كنت ابني ارائي ومبادئ على اساس اني انا متضايق منك ولا لا؟ ما انت هلا قلت لانك حبيتني بررت اللي ما بيتبرر. بس كل شيء بحدود. كل شيء له حدود. اي صح، بحدود. عال عقول كان لازم تبرر، ما انت ابن هالايام ولو؟ اي انا ابن اهل الايام وما برضى تنهان اشياء مقدسه وبحبها بهي الطريقه. تنهان؟ هلأ هون انهانت؟ يا عفاف هيتك ما قريتي كل شيء، في غير عمي وميشيل، في مقالات مكتوبة وأكثر من هيك كمان، وأنا ما فيني أقول هلأ أنه كل واحد مسؤول عن رأيه لأنه مجلته هو رضي أنه ينكتب فيها هيك. طبعاً ما رح تكوني ضد هيك حكي بيعجبك. هلأ أنت بتعرفيني منيح وبتعرفي طريقتي بالحياة وكيف بفكر. هلأ كل أستاذ بقسم الفلسفة بجامعة دمشق لازم تكون هيك؟ لا مو بالضرورة، بس أنا هيك. تعرفي؟ يمكن هاي أول مرة من وقت ما اتطلقتوا بتمدحي أو بتقبلي شي عمرو جلال. هلأ في شغلات موافقة عليها وفي شغلات ماني موافقة عليها. ما قلتي جايينا جلال تاني ولا لا؟ جايينا. إيه حاجة تخباي؟ معك حق، حاجة تخباي. أنا اليوم بالذات رديت على عرض سليمان بالزواج. إيه قلت له اني موافقه. ايه منيح، انا من زمان كنت قلك بس انت كنت ترفضي. انه مشان مين قعدتي كل الوقت وحدانيه؟ مشان جلال ولا مشان ولاده؟ مشان ولادي. هدول ولاده، ومع الزمن صار ولاده له بس. بعدين هن ما عاشوا معك لحتى يمنعوكي من الزواج. مزبوط، لذلك لازم تعرفي انه لا مشانه ولا مشانهم. معناتها لازم انبسط لك. بس ما قلتي لي جاينا جلال تاني؟ بالسياسة سليمان مو مثل جلال، عقله ديناميكي ومتطور وفهمان انه نحن صرنا بعصر العولمة والاسواق المفتوحة والسلام. معناتها رح ارجع عايش لوحدي. شبكي شو كأنه عم تحكي صرنا ببلدين؟ سليمان عنده بيت قريب هون ورح نسكن فيه، يعني بدك تقولي فشخة. دري الولاد؟ لا لسه بخبرهم. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. لا تيأسوا من رحمة الله، الله كريم لك بنتي، الله كريم. أكيد مرت عمه، بس لو كان بده يصير شيء كان صار. لا تحكي هيك، أنا بزعل منك. الله قادر على كل شيء وبأي وقت. أكيد، بس الظاهر إن أنا مو مكتوب لي كون أم. لا حبيبي تقلبي، الله يطعمك يا رب، الله يطعمك. خلص أنا لازم شيل هذا الموضوع، ما أفكر فيه أبداً. هي إرادة الله وهذا نصيبي. برجع بقلك هي إرادة الرب، والرب إذا ما راد ما بصير شيء. فأنت شو ذنبك؟ ليش أنا عم أقول إنه ذنبه؟ ما هو كمان قلبه محروق إنه ما يكون أب. خلص بسيطة لور، بسيطة، لا تعملي منا قصة. شو هالمصيبة قدام غير مصايب؟ شو هالمصيبة؟ طبعا اللي ايده بالمي مو مثل اللي ايده بالنار.
طيب أمي، قولي معي نحكي كلمتين من إذنك ماما. يا حبيبتي يا أختي. ماما لور، أنا والله حاسة فيكي، بس كمان لازم نحس بفؤاد. طب هو شو طالع بإيده؟ هيك الله رايد. حاسة فيني؟ طلع أهم شي عندك إنك تحسي بأخوكي. هلأ هيك؟ لا أنا كتير حاسة فيكي، وهي مو مشكلتك لحالك، هي مشكلتكم أنتوا الاثنين. هلأ لو كنت أنا السبب كان قبل فيني هيك مثل ما أنا؟ 100%. حبيبتي لور، أنا بس بدي أقلك على الطريقة اللي عم تحكي فيها مع فادي، طريقة كتير جارحة بالنسبة لأي رجل. يا أختي عندك حزن، عيشي هالحزن على أساس حزنك وحزنه سوا، مو إنه والله عم بتضحي وقبلاني على مضض. إيه أنت لسبب أقل من هيك بكتير تركتيه لخليل. ما في فايدة، خلص شي يوم بس تكوني رايقة أكتر من هيك بنبقى منقعد ومنحكي. بس دي قلك شغلة، وحياة ليليان على الغالي، لو كان خليل ما بيجيب أولاد ما كنت بتركه بحياتي لهالسبب. يمكن كنت بروح بعمل أي فحص وهمي على أساس إنه أنا اللي عندي المشكلة. مثالية؟ أنا ما عم أقول مثالية، أكيد رح أكون مقهورة بس ما بتركه. مين قال إنه أنا بدي أترك فادي؟ يلا يا صبايا، يلا حبيباتي، العشاء جاهز. قومي. ما بدي أتعشى. خلاص قومي، روقي حالك، يلا. والله يا حاج سليم لو كانوا كل الناس مثلك ما كان في داعي نكتب هالمواضيع هي من الأصل. صدقني يا أخي جلال، اللي مثلي هن الأكترية. ديننا دين يسر يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان شخص عابس أو متجهم أو طول اليوم شايل السيف عم بيحارب البشر، بالعكس كان إنسان ودود لطيف يحب الحياة والنكتة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بس وقت السيف سيف، بس مو بأي وقت وضد مين ما كان. ما بعرف شو صاير لنا، قبل ما كان فيها الحكي بنو كان أغلب الناس بتصلي وبتصوم وبتخاف الله وكانوا عايشين بطريقة حلوة كتير. لك معقولة؟ معقولة نكون رجعنا لورا بدل ما نتقدم لقدام؟ تصوري أصلاً مين هدول الناس اللي كانوا يملوا المسرح أيام حفلات ست أم كلثوم ولا مسرحيات ست فيروز؟ ما هن نفس الناس هدول اللي كانوا بيصلوا وبيصوموا وما كان حدا يسأل حاله مين اللي قاعد جنبه شو دينه أو شو ملته. هلأ بتحس كأنهم هدول ناس وهدول ناس. بس وين مرت عمي وين؟ نحن أحسن من كتير محلات. قول الحمد لله، إن شاء الله نضل هيك. إن شاء الله. شو أمي؟ شايفة ضيعتي الموضوع؟ وين اللي بدها تقضي عندي كام يوم؟ لا ولا يا حبيبتي ما ضيعته ولا شيء، بس مدري شلون الوقت هيك عم يمر. على العموم هلأ قرب رمضان، خليها لبعد رمضان إن شاء الله. كل سنة وأنتوا سالمين. أنت سالمة يا رب. أنت سالمة ويخلينا ياكي يا رب. بزورنا البركة. شو؟ جريء جدا. ممتاز. هاي لغة، هذا أسلوب، هذا انتماء. لأنه في ناس يا ابني بيكتبوا بهالموضوع وكأنهم بدهم يلغوا الانتماء لكل تاريخنا وحضارتنا، بينما هدول الناس بيكتبوا من منطلق انتماء لا غبار عليه. مزبوط. ومن هالناحية ما حدا بيقدر يسجل شيء لا على الأستاذ ميشيل ولا على الأستاذ جلال. لازم تتعرف عليه يا ابني، لازم تتعرف عليه وعلى رفيقه إذا بتقدر. هدول ثروة، سمعان ثروة. إذا مر يوم ولم أتفكر به أن أقول شعرك سكر، فهذا لأني أضعت نهاري فقط كي أقول أحبك أكثر. Thank you.
صباح الخير ست الفاتي. يا اهلين ام عبدو. زكاتك بدي اوصل البربيش من عندك. بيتك لحظة. ما خليت لي ستر مغطى، ولو بصح الله تطلع لي من سماعة التليفون لك عن طلعت، وبلشت بالمجلة اللي عم اشتغل فيها للمقال اللي منزلي اسمي عليه، وقال من بكره الصبح بترك المجلة وبدور على شغل تاني. طيب وانت شو قلتي لها؟ شو بدي اقول لها؟ قلت لها إذا هيك ردت فعلك معناتها وصلنا للي بدنا إياه. يا جماعة أنتم ملاحظين شغلة؟ إنه الناس، يعني قصدي الناس العاديين، حتى ما بيعرفوا الشيء اللي نحن عم نساويه. معك حق، هذا غير اللي ما بيقروا وغير الأميين اللي ما لا بيقروا ولا بيكتبوا أصلاً. شو أستاذ طارق؟ شو قصة منى؟ شايف كانوا بلشنا نضعف ما؟ لا لا أستاذ. ألو. أهلين الله يعافيك. ويعطيني إياها. أهلا وسهلا. الله يعافيك. شو؟ مع إنه حاطين اثنين رجال دين، واحد مسلم واحد مسيحي، وعم يحكوا بنفس المحور. طيب اوكي سلم لي على السيد الوزير. الله معكم على السلامة. شو مين استاذ؟ من الوزارة. قال شو الصرا اللي عملنا لهم اياها؟ ما عم يخلصوا تليفونات. والله العظيم غريبة، يعني كل شيء كان مكتوب كان مكتوب بلغة كثير معتدلة، كيف لو اخذنا راحتنا بالحكي؟ شو كان صار؟ شو بعرفني. يا عزيز أبنرني وطالع من بيت أبوها رايح البيت. أيام الستي مية وسيد زكي بتقبر قلبي إن شاء الله. كيفك يا عمر؟ الله يرضى عليك. لو مربية بيت أهلي ما بتعملي هيك بالناس يا أم لسان طويل. بس مو الحق عليكي، الحق على هذا جوزك أبو راس الطخي يلي حاويكي تضربي انتي وياه من بين رجال. بدي اياه لو كان تحت سابع أرض. شو بدك منه عقيد؟ هذا واحد على البركة. نحن يلي على البركة. هذا الصيف لا له أعمى ولا له أجدى، كان كل هالايام عم يدقدس علينا والمي ماشي من تحت رجلينا ونحن مو حاسين. فعلا بيك. ومن كل بد هو اللي قاتل ابو سمير الحمصاني، وهو اللي قاتل الزعيم، وله ضلع بكل مشاكل الحاره. الظاهر غطيت بالنومه. شلون يعني؟ شو شلون يعني؟ يمكن ما سمعت صوت الطبله او صاير نومه كثير. لا سيدي انا نومي خفيف وفي على دبانه اللي طايره فوق راسي، بس بمسحها لا دبابي ولا باقي قلبي. ومع انه غالب صوته بيقطع حدا، شلون ما قطع صوته؟ يا رب صبحنا بصباح الرضا وبعد عنا الشر والقضاء والبلا يا رب. بونجور. بونجور تيتي. بونجور حبيبة قلبي. بونجور ماما. بونجور روحي، شو رايحة مع المدرسة؟ ايه ماما لازم تعرفي اول يوم بالمدرسة مشان شوف قصة الاوتوكار وهيك شغلات. وصيني شي. سلامة قلبك روحي. ليكي تيتي صلبي ايدك على وشك وقولي يا حنونة حني علينا ويا يسوع حرسنا. ماشي يلا صلبي لاشو. برافو. يلا باي ماما. الله معكم يا ولد. انا بشوف المس وبرجع. ماشي باي يا عمري. الله معكم. ابو فادي. يا ابو فادي يلا حبيبي القهوة جاهزة. ان شاء الله بتنعاد عليكم يا رب. سلمي لي على كل أمانة. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. مرحبا ماما. أهلين حبيبتي. يا هي عمري أنت. مامي كنتي عم تحكي؟ هي عمتك نوال عازمتنا على الفطور أول يوم برمضان. بكرة؟ ما بعرف يا بكرة يا دي بعده. ليلة ببين. إن شاء الله كل سنة تسلمي. يلا ماما. حغير أواعي وجهي. يلا حبيبتي. تسلموا إيديك صهري. تفضل. يا عمر مقبول الله يخليك. تفضل. زادتنا البركه والله. اهلين وسهلين. شرفي يا خالو. اهلين وسهلين. يا اهلا وسهلا. جاتي يوم شو وقت. شكرا. حطيلي كمان على اسوس. ايه ايه صحيح.
التسجيل واللحن. ما بعرف، كل شي بعرفه انه كلفت بحدود $7,000. لا 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 يا عماد، ان شاء الله ما افتكرنا انه اخدين نحن لحن من سيد درويش. لا هو قال انه اجره غالي. لا لا الغالي غالي بس ما له هالدرجة. وزت مثلي؟ برأيك هذه صدفة؟ صدفة شو؟ إنه اثنيناتنا بنشربها وسط. كيف يعني؟ مدام فلك، رغم إنه لهلا صرنا مسافرين كثير مع بعض، بس إذا ملاحظة وأنا مرة حكينا فيها مع بعض. شو بدنا نحكي؟ Thank you.
الله الله يا جلال الله. لا عن جد؟ عن جد حبيبي، كتير كتير حلو. عم تجامليني؟ لا والله ما عم جاملك، عن جد هذا رح يكون أهم عمل لهي السنة. شكرا حبيبتي، وأنا بالنسبة إلي صدقيني هذا أحلى عمل إلي، لأنه أول عمل إلي وأنت معي. بحبك. لك وأنا، وأنا بحبي بحب كتير. جلال قدران تحكي مع لينا؟ لا أمي هلا لا، لينا برجع بحكي معها أنا. إيه حبيبي روح إذا بدك، مو بنت أخوك؟ آه إيه؟ خلص حبيبي روح حاكيها ونبقى منحكي بعدين. أوكي حبيبتي أوكي. ماشي حبيبي أوكي، يلا باي. إيه مدولة؟ بالله عن جد؟ إيه وأنا كمان حبيته كتير. الله يبارك فيك. تسلمي لي. طيب ماشي أوكي باي باي. على مالك على مالك عمول أفهم بس. إيه أنا ممثلة بالله. ليك يا عمو أنا جاني خط على الموبايل، عمو ميشيل. يا خلاص خذي هاي ستك هلا. إيه خلي أحكي معها. ايه مشيخ كيفك حبيبي؟ الله يبارك فيك يا رب. تسلم تسلم. لا والله اجتني كثير تليفونات. ايه والله يعني الواحد الا ما يخجل شوي بتعرف. لا العمل انا برايي كويس يعني، بس هلا سيدي ملاحظات الصحافه بعدين نتحملها ما في مشكله. الله يخليك يا رب. تسلم تسلم. الله يبارك فيك. شكرا ميشيل شكرا شكرا حبيبي. لا والله سلامتك. الله معك مع السلامة. طيب تعرفني اني ما بجامل. ايه عن جد العمل مهم. هلا انا قايلت لك قبل هلا نفس الحكي؟ لك لا لا كمان حلوين، بس هذا كثير متميز العمل فعلا والطرح معاصر. الله يعطيكم العافيه منه لاحسن. ان شاء الله صرعتيني عمو، ان شاء الله احكي مع الهام. ان شاء الله صرعتيني. مرحبا. ايه بجنن يسلم ايديك. عظمه عظمه. قله انت كل هالشيء مشان مسلسل؟ ايه شو هالشغله العظيمه هي؟ المسلسل حلو كثير عن جد بابا. حيد مشاعرك السلبية على جنب وتفرج عليه، وبالمناسبة رح ينعرض بعد العيد مباشرة على فضائية تانية. العمل كتير مهم، ما هيك أنوار؟ ايه والله بتعرفني بابا أنا ما بتابع مسلسلات، بس هذا المسلسل حلو. صف حكي من أحسنه لأعطله. قروا على الفاضي هيك لكان. ايه ماشي قبلاني. ايه يلا باي باي باي. وليه؟ شو قصتك انتي؟ انتي قفشتيني. شكلي انا صار لازم اني اخترك. ماشي بابا اوكي حبيبي. نشأت بيسلم عليك. الله معك. لا والله عن جد هدايك مو مقنع. انا على الاقل اقنعني هديل. هلا في بعض المواقف يعني لا انا ماني متحيز. علي تخبرني. لك يا هديل ابني عامر على التليفون. كيفك حبيبي؟ يعني احكي على الارضي. بنرجع بنحكي بعدين، ايه؟ اوكي؟ يلا اوكي. اوكي باي باي. يا حبيبي عامر. ايه قل لي. يلا هي اجى ابوك عامر. ايه حبيبي كيفك؟ انا مشتاق لك كثير بابا. ايه؟ بالله شفته؟
اهلين وسهلين. وانت سالم، وانت سالم حبيب قلبي. ان شاء الله عيدكم مبارك. كيف صحة؟ ان شاء الله بخير يا رب جميعا حبيب قلبي. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانت بخير ان شاء الله يا ميت. اهلا وسهلا. كيفك لولو؟ حبيبتي لك والله نورتي. اهلا وسهلا. كيفكم؟ ان شاء الله بخير الحمد لله نشكر الله. شو هالاناقه هاي؟ شو وين كاينين؟ والله كنا عم نعايد رفقاتنا. عايدنا اليوم قسم وبكره بدنا نعايد القسم الثاني. دخلك هدول رفقاتك بيجوا بيعايدوك بعيدنا؟ طبعا. ايه منيح. طيب انا بتسمحوا لي ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. كل عام وانتم بخير. الله يسلمك يا رب يا امي شيخ. يخلي لي اياكم. يلا سلام عليكم. يلا طالع معك. خليك يا عمو. خليك حبيبتي. يلا كل عام وانتم بخير. الله معك بالسلامه يا امي شيخ. ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. الله يسلمك. الله معك. زلت سالمين يا رب. مع السلامه. دير بالك عليها. بعيوني تيتي ولا يهمك. يلا بخاطركم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير مره ثانيه. وانت بخير. خليلي اياك. سلامي. الله معك. اهلين حبيبي. الله معك. اهلا وسهلا. اهلا. كل عام وانتم بخير. اهلين بالحبيبي. انا اسف كنت ماشي بس بدنا نعمل لنا شيء سهره هيك بدنا ننجزها. لازم ضروري طبعا. ليش لا جاهزين نحن. خليلي اياك. يلا بتسمحوا لنا. الله معك. يلا سلامي. كل عام وانتم بخير. الله معكم. انتم بخير. تسلم. يلا نحن كنا ماشيين. يلا اهلين بابا. اهلين حبيبي. باي. انتم بخير. الله معك بابا. مع السلامه. شرف. بتعرفي بعد ما نعايد على امك بفكر روح نعايد على اهلي. اهلك؟ ايه اهلي. في مشكله؟ ولو حبيبي معقول انا يكون عندي مشكله انه نروح نزور اهلك؟ بس ما بدك تكون متاكد اول شيء انه هي رح يستقبلونا؟ عفاف الدنيا عيد يعني ما عايد على اهلي معقوله يعني؟ خلص انت معك. مرحبا. اهلا. اهلا دكتور. كل عام وانت بخير. انت بخير. اهلا وسهلا. اهلين. مرحبا. اهلا. كل عام وانت بخير. بخير. اهلين. اهلا وسهلا. اهلين. كل عام وانت بخير. مرحبا. اهلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. هلا وسهلا. كل عام وانت بخير. تفضلوا تفضلوا. تفضل دكتور. كيفك ورد عمي؟ اهلين حبيبي. دكتور سليمان صهري نشأت. تشرفنا. اهلا وسهلا فيك. بنتي عفاف. يا أهلاً. أهلين.